أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. إليكم في البداية أبرز العناوين. الوقاية من وباء كورونا مسؤولية الجميع، وتخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا التخلي عن التدابير الوقائية والحجيزية، وأي تراخ في التقيد بالإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة وبائية جديدة. سلالة الأغنام تمحضيت أكثر السلالات انتشارا في مناطق الأطلس المتوسط، ومع اقتراب عيد الأضحى نتوقف بإقليم ميدلت لنتعرف على خصوصيات هذه السلالة ومكانتها لدى الساكنة. ومن إقليم تنغير نتعرف على نموذج للتعاونيات النسوية التي تعمل على تقديم خدمات تكوين لفائدة النساء في وضعية إعاقة من أجل مساعدتهن على الاندماج في المجتمع. أهلا بكم. معطيات الرصد الوبائي لكوفيد 19 يوم أمس أفادت بتسجيل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 828 حالة شفاء، فيما انضافت إلى قائمة الوفيات 9 وفيات جديدة. أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 فقد بلغ إلى حدود أمس 10,358,218 شخصا، فيما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9,221,657 شخصا. تلقي اللقاح المضاد لكوفيد 19 لا يعني بتاتا الاستغناء عن التدابير الوقائية، وتخفيف إجراءات الحجر الصحي في هذه الفترة ومنها إعادة فتح الشواطئ والمقاهي والمحلات التجارية خلف لدى البعض اعتقادا بأن الوباء لم يعد بيننا، مما أدى إلى حالة من الاستهتار والتراخي في التقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية والمجتمع المدني إلى تكثيف الحملات التحسيسية. من طنجة روبورتاج أنيسة أبو مهدي، سعيد ناجح وحسناء موسوي. وكأن الحياة عادت إلى سابق عهدها، حالة من الاستهتار في ممارسة الحياة اليومية، حيث يظن المواطنون خطأ أن تخفيف إجراءات الحجر الصحي تعني أن زمن الوباء قد ولى وتم تخطي مرحلة الخطر. أغلبية البشر كتشوفوا هنا ما كاين لا كمامة لا تباعد لا والو، فهمتي؟ ما بقى يعني وهما كيظنوا باللي زعما التلقيح راه زعما صافي، راه صافي ثلاث كورونا، مادام انه كاين التلقيح ثلاث كورونا، وهذا الشيء هذا راه غلط، فهمتي كيفاش؟ الانسان ضروري خصو يعمل احتياطات ديالو. ايوا خصنا ناخذوا الاجراءات الاحترازيه، حنا التلقيح عملناه ودابا خصنا ناخذوا الاجراءات ديالنا كامله باش نبقاو خارجين، راه هذيك الشده ما مصلح حتى شي واحد. كنطلبوا المواطنين ديالنا يعملوا الكمامه ديالهم وياخذوا مسافه الامان بحال اللي كانوا في الاول، دابا كنشوف الناس بقات شي كتعمل ديك الاحترازيه ديال الوقايه ديال كورونا وكذا، كلشي بدا كيتهاون شويه، تراجعنا وهذا الشيء هذا يرجع علينا بالضرر. ضروري الواحد الصراحه خصو ياخذ الاحتياطات ديالو، حيت دابا الفيروس كينتشر الصراحه بسرعه، وسيرتو بحال دابا انا خدام في مليون اندستريال، يعني كاين لي موفمون كاين الحركه بزاف، كاين الناس كاين الميلونج. كان الشخصيات دابا في الشارع انت طالع دايرها؟ وحيت ولفتها صراحه. يعني ضروري دابا الاحتياط صافي تربى فينا ولا عاده زعما. سلوك غير مسؤول بات يهدد المكتسبات التي حققها المغرب في تصديه للفيروس. سلوك يواصل معه المجتمع المدني والسلطات المحلية حملات التحسيس والتوعية بأهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. ما بقاش داك الخوف اللي كنا كنلاحظوه في الناس تيقولوا لا راه كورونا ما كايناش ولا هذا، وليتي الكمامه ما كتلقيهاش عندهم، اللي كيقول لك لا راه ما كايناش كورونا ما كايناش كورونا، ولكن لا هذا راه ماشي حقيقي، راه كورونا كاينه. الدوله زعما دارت ما يلزم في تدبير هذه الازمه الصحيه والسلطات حتى هما، ولكن اختي التراخي المواطنين راه موجود الله. انسان فاش كتقول له دير الكمامه ديالك انت راه كتقول له خاف على وليداتك ولا هذه شي بعض منهم، الله يهديهم الله يجازيهم بخير، مازال ما بغاش تدخل لهم فكره راه هادشي راه صعيب عليهم وراه خطر على وليداتهم. مواصله التقيد بالتدابير الصحيه واحترام شروطها من قبل المواطنين يبقى اذن السبيل الوحيد لتجنب اي انتكاسه وبائيه.
ولمزيد من الإضاءات في الموضوع نربط الاتصال المباشر من المحمدية بالبروفيسور مصطفى الناجي، خبير علوم الأوبئة ومدير مختبر علم الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. بروفيسور، وكما جاء في الروبورتاج، سجل في الآونة الأخيرة تراخي كبير من طرف العديد من المواطنين، خصوصا الشباب، في التقيد بالإجراءات الوقائية، وحتى الكثير من المواطنين اللي استفدوا من التلقيح توما تخلوا على ارتداء الكمامات وباقي الإجراءات الوقائية. فبروفيسور، نبغيو توضيحاتكم بخصوص خطورة التراخي في هذه المرحلة اللي كتعرف تصاعد في حالات الإصابة والوفيات بكوفيد 19 في المغرب وفي دول العالم. وفعلا هذا التراخي غادي يسبب بعض النتائج اللي لا يحمد عقبها. فهناك واحد النداء للناس اللي تيمارسوا هذا التراخي باش يتقيدوا بهذه التدابير الاحترازيه اكثر من اي وقت مضى، ما هي ارتداء الكمامات، التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ وكثره غسل الايادي بالصابون. لانه كاينين مواطنين، ماشي كلشي تنقولوا، كاينين مواطنين اللي تيحترموا التدابير الاحترازيه وكاينين اللي مقيدين بهذه المجموعه ديال التدابير، ولكن المواطنين الاخرين هو مدعوين باش يعيدوا النظر في السلوكات ديالهم ويحدوا من هذا التراخي، حتى لانه الوباء باقي كاين وباقي تيعيش معنا وتيزيد يتكاثر. طيب بروفيسور، الحاله الوبائيه كتتسم كذلك بتفشي المتحور الهندي الدلتا، نبغيو توضيحاتكم، توضيحات اخرى على خطوره هذه النسخه المتحوره ومدى انتشارها ومدى فعاليات اللقاحات ضدها. وفعلا الاخت لطيفه، هذا يعني حتى جوابا على السؤال الاول، الخطوره باش الناس خصهم يلتزموا بالتدابير يعني الاحترازيه، انه عندنا الان واحد المتحور ما يسمى بالمتحور الهندي دلتا اللي تينتشر، وهذا عنده واحد الخصوصيه انه اكثر انتشار ب 40% اكثر من المتحور البريطاني اللي حتى هو تينتشر اكثر ب 70%. اذا الخطوره ديال الانتشار كاينه، وهذا تيجعلنا باش يعني نزيدوا في هذه التدابير اكثر من اي وقت مضى. والان هذه العمليه ديال اللقاح خصنا نحترموها ونحترموا المواعيد ديالها ونزيدوا فيها، لانه اللقاح هو الحل السبيل اللي كاين تخلصوا من هذا الفيروس ولا من هذا المتحور. لانه هاد المتحورين، اللقاح اللي الحمد لله عندنا في المغرب راه عنده نجاعه، لا اللقاح ديال استرازينيكا ولا ديال سينوفارم، كلهم تيحميونا ضد هذا المتحور الهندي. ولكن الشخص اللي بغى يحمي راسه عنده جوج الحلول: احترام التدابير الاحترازيه كي شرنا عليها في البدايه، وياخذوا اللقاح وراه ما تيكونوا محميين الا بعد شهرين ونص ثلاثة شهور عاد تيكون عندهم ذوك المضادات. نعم، شكرا على هذه التوضيحات بروفيسور مصطفى الناجي، خبير علوم الاوبئه ومدير مختبر علم الفيروسات بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء، كنتم معنا مباشره من المحمدية. يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تخصص لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وأوضح بلاغ للمجلس أن الجلسة ستنعقد على الساعة 3:30 بعد الزوال، وذلك بعد جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية تنطلق على الساعة 2:00 بعد الزوال، وستعقد هاتان جلستان حسب المصدر ذاته مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس. موجة حر شديدة مع تسجيل درجات حرارة قصوى مطلقة طبعت الحالة الجوية ببلادنا في نهاية الأسبوع، وخاصة يوم السبت الذي اعتبر اليوم الأكثر حرا على الإطلاق، حيث سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية واستثنائية في بعض المناطق لم تسجل من قبل. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في بلاغ لها اليوم أن الحرارة وصلت مثلا إلى 49.6 درجة يوم السبت في سيدي سليمان، وهو معدل لم يسجل منذ 1995. كما سجلت 47.8 ببني ملال و 46.8 بمكناس، لم تعرف المدينة مثيلا لها منذ 1995.
25. وأضافت المديرية أن الجو الشديد، الحرارة والمعروف بظاهرة الشرقي، نتج عن كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب. وتتوقع الأرصاد الجوية أن يظل الطقس حارا طيلة هذا الأسبوع في مناطق الوسط والجنوب والجنوب الشرقي، فيما ستنخفض درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء بالشمال. في الآونة الأخيرة أصبحت العديد من الضيعات الزراعية تعتمد على الفلاحة الإيكولوجية، نمط تقليدي يحترم تنوب الفصول والتنوع البيولوجي الطبيعي. الروبورتاج التالي من منطقة سهول يقربنا أكثر من هذا النشاط الزراعي والتكوينات التي تشمل الفلاحين في هذا المجال. وصال إمغري وعثمان تازي. الفلاحة الإيكولوجية هي مفهوم نمط عيش يأخذ بعين الاعتبار كرامة عيش الإنسان، تلعب دورا هاما في الحفاظ على البيئة واستغلال الثروات الطبيعية بشكل معقل، اعتمادا على تقنية فلاحية وممارسات مبتكرة. تنعتمد على الماء ديال المطر ديال الشتاء في العام، وتنعتمد على الحياة في الأرض. دونك هادشي اللي هذا هو الأساس ديال هاد الفلاحة. وتنعتمد على تنويع ولا تنوع ديال النباتات وديال الأصناف في الضيعة. حنا كنديرو فلاحة إيكولوجية اللي هي كتحترم مجموعة ديال المعايير البيئية اللي كتساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية بصفة عامة، التربة، الماء، وكتساهم في التغذية السليمة ديال المواطن. ولتقريب التعاونية المحلية من الفلاحة الإيكولوجية، كان للفلاحين موعد مع ورشة تكوينية للتعريف بالعائلات النباتية لتكاثر البذور وحمايتها من التلف، وكذا تقريبهم من الدورة الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة. تكون دجا باش يعيد القيمة للبذور الأصيلة والطبيعية، وكذلك باش نتعرفوا على مختلف انواع البذور اللي عندنا في المغرب، وكيفاش نحسنوا من الجوده ديالها، وكيفاش عاوتاني نعاودوا الاكثار ديالها باش تولي كتصبر للظروف المناخيه اللي كاينه دابا. مجموعه من المنتجين اللي معنا في التعاونيه الحمد لله اليوم توضحت عندهم الرؤيه وصبحت عندهم واحد الفكره كبيره، خصوصا فيما يتعلق في دوره الحياه ديال النباتات ولا في يعني الخصائص اللي كتخص النباتات. يظل اعتماد الفلاحة الإيكولوجية ببلادنا الحل الأمثل لتجاوز الإكراهات المناخية وتطوير الفلاحة المعيشية واستدامتها وتحقيق الأمن الغذائي. مع اقتراب حلول عيد الأضحى يعكف أرباب الأسر على البحث عن الأضحية التي تستجيب لإمكانياتهم ومتطلباتهم. وفي مناطق الأطلس المتوسط تحظى سلالة تمحضيت بمكانة متميزة لدى الساكنة اعتبارا لخصائصها من حيث الجودة والنوعية والقيمة الغذائية. روبورتاج إيمان سلوي وأحمد الفضيلي. وسط جبال الأطلس هنا بين أحضان الطبيعة، قطعان أغنام ترعى تبع للطرق التقليدية المتوارثة أبا عن جد. رعاة يزاولون هذا النشاط على مر أجيال بهدف ضمان إنتاجية سلالة مشهود بجودتها وطنيا. الوالد ديالي اللي علمها ليا، وبالنسبة للحولي ديال العيد يعني احنا الكسابة كنلقاو صعوبة كبيرة، وبالخصوص هاد المنطقة هادي في الساكنة احنا كيكون الثلج كيكون البرد، يعني صعيب على الكسب باش غادي يربي الحولي ديال العيد هنايا. تقبلهم من الصغر ديالهم من كيزادو كدير الدويات، عندهم تلقيح وعندهم الدويات والعلف ديالهم، من تبقى لك هذيك شهرين العيد كتخوم الكوري كتعطيهم العلف، كاين النخاله كاين الفصا كاين الشعير. اغنام تمحديت هي سلاله متفرده ذات نوعيه وجوده ممتازه، وذلك امر راجع بالاساس الى طرق تربيتها. هذه الخرفان كثيفة الصوف قصيرة القامة تتجهز اليوم لتعرض ضمن أسواق بيع المواشي، لكن التأكد من جاهزيتها خطوة دأب عليها الرعاة لضمان جودة المنتوج. السلالة التمحديت كتميز بوجه أحمر، عندها القرون متساويين، الصدر ما خصوش يكون فيه الصوفة، البطن والأرجل خصهم يكونوا بيضين مع عدم وجود الصوفة، وهذه الصوفة كنتكلموا عليها كتكون بيضاء وطويلة، والظهر مستوي، وكتميز بجودة اللحوم عالية.
يعتبر رعي الماشية النشاط الفلاحي الأول لسكان منطقة ميدلت ونواحيها، كما يعتبر مصدر دخلهم السنوي. هذه السنة 6 ملايين من رؤوس الأغنام معدة لضمان موسم عيد جيد. إلى إقليم تنغير، حيث تعمل العديد من التعاونيات على تكوين النساء في وضعية إعاقة في مهن تساعدهن على توفير دخل لهن ولأسرهن. التعاونية النسوية إغير تستقطب النساء في وضعية إعاقة وتعمل على تلقينهن حرفا تمكنهن من الاندماج في المجتمع، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. روبرتاج مريم العوفير ومحمد سوالينا. التعاونية النسوية إغير بتنغير أحد النماذج الرائدة للإدماج السوسيو-اقتصادي. هنا تبرز القدرات الذاتية وتتنمى مواهب النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل ولوجهن إلى سوق الشغل. كانوا البنات ما تخرجوش نهائيا، كانوا الناس عندهم أطفال في وضعية إعاقة ولا دراري كبار وتيخليهم في الديور ما تخرجوهمش. الآن ولو كيجيو كيتسجلوا في الجمعية. لحد الآن لحد هذه الساعة هذه وصلنا تقريبا 1300 ديال المنخرط. داخل التعاونية تشتغل حوالي 30 سيدة في مهن يدوية مختلفة، من بينها صناعة الحلويات التقليدية. التعاونية توفر التكوين وتكسب المنتميات إليها مهارات مهنية تيسر اندماجهن الاجتماعي السلس. عندي البنات ديال جمعية إغير، هما في وضعية إعاقة كيخدموا داكشي ديال الحلويات ديال المناسبات والعرسات. المهم الحمد لله، المهم الوضعية ديالنا راه تحسنت مزيان. إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة تنغير لبنة أخرى في مسار ضمان الإدماج المهني عبر التكوين والتأهيل والتتبع تثمينا للرأسمال البشري بالمنطقة. وتنضم إلينا مباشرة من تنغير السيدة فاطمة زهراء بوزيان، منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكلفة بالأشخاص في حالة إعاقة. إذن سيدة بوزيان، نود أن نتعرف على تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إدماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإقليم والمهام اللي كتسهروا عليها داخل هاد المراكز. شكرا على الاستضافة. أولت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اهتماما خاصا لرعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال مختلف المراكز الخدماتية وبنيات التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني. كما قامت أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإنجاز العديد من المشاريع الاجتماعية المندمجة التي تتيح للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من خدمات تلائم مع وضعيتهم الخاصة، وتيسر لهم أيضا الولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية كباقي مكونات المجتمع. شكرا لك على هذه المشاركة السيدة فاطمة زهراء بوزيان، منسقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكلفة بالأشخاص في حالة إعاقة بإقليم تنغير. وفي الميدان الرياضي، توج فريق الفتح الرياضي رجال والوداد الرياضي سيدات بلقب كأس العرش لتنس الطاولة للموسم الرياضي 2020-2021 في النهائيات التي احتضنتها مدينة مراكش على مدى يومين. التفاصيل مع خالد شخمان والمعتصم بالله البوساوي. نهائية كأس العرش توجت فريق الفتح الرياضي رجال الذي تفوق في المباراة النهائية على فريق رجاء بني ملال، فيما فازت سيدات الوداد الرياضي على حساب الفتح الرياضي. اليوم فزنا في الفينال ضد الفوس وحنا فرحانين بزاف حيت الخدمة كاع اللي درنا عطات الريزلت ديالهم. اللاعبين كانوا واعيين بالمسؤولية الملقاة على العاتق ديالهم، خصوصا اننا فزنا بطولة المغرب وبغينا نأكدوا الحضور ديالنا القوي والفوز الازدواجية، والاهداف ديالنا هي دابا المستوى العربي ان شاء الله. عندنا مشروع اللي هو دابا كملنا بان 4 سنين الاولى هضرنا بان وسعنا القاعدة ديال الممارسة، ودابا دخلنا في المرحلة الثانية اللي هي باش نكونوا أبطال المغرب سواء على الصعيد الوطني ومن بعد إن شاء الله يكون على الصعيد القاري إن شاء الله. المنافسات جرت على مدى يومين بقاعة النخيل بمراكش التي احتضنت مباريات نصف النهائي ذكورا وإناثا وصولا إلى المباراتين النهائيتين، وعرفت المباريات مستوى تقني جيد بوجود عناصر تنتمي إلى المنتخب الوطني بفئته المختلفة. أهني الفرق اللي فازوا اليوم وكذلك الفرق اللي لعبوا ربع النهائي ونصف النهائي،
الفروق اللي الوداد البيضاوي في صنف السيدات واتحاد الفتح الرياضي صنف الذكور، لا انسى رجاء بني ملال اللي كان اليوم مباراه كبيره كبيره بزاف اللي لعبها في النهايه واللي كيعتبروا خيرة ما عندنا في الفريق الوطني. منافسات تنس الطاولة مستمرة بإجراء البطولة الوطنية الفردية والكأس الممتازة التي ينتظر أن تجرى بمدينة الداخلة، ويشارك المنتخب الوطني في البطولة العربية بالأردن ما بين 10 و16 غشة المقبل. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز العناوين. الوقاية من وباء كورونا مسؤولية الجميع، وتخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا التخلي عن التدابير الوقائية والحاجزية، وأي تراخ في التقيد بالإجراءات قد يؤدي إلى انتكاسة وبائية جديدة. سلالة الأغنام تيم حديت أكثر السلالات انتشارا في مناطق الأطلس المتوسط، ومع اقتراب عيد الأضحى توقفنا بإقليم ميدلت للتعرف على خصوصيات هذه السلالة ومكانتها لدى الساكنة. ومن إقليم تنغير تابعنا نموذجا للتعاونيات النسوية التي تعمل على تقديم خدمات تكوين لفائدة النساء في وضعية إعاقة من أجل مساعدتهن على الاندماج في المجتمع بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.